اهلا بيك استاذ عمر، نورتني. اهلا وانا كنت مش مصدقه اني هشوفك في مصر بصراحه. لا ازاي، مش ممكن. انا اول ما عرفت ان بتعملي فيلم وان الفيلم ده عنك انت، عن حياتك الشخصيه وكده، حبيت ان انا يكون ليا مكان في حياتك، لان احنا تقريبا ابتدينا مع بعض وكنا يعني من نفس الاصل. لا انت كنت اصغر مني. لا 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 لا، ابتدينا مع بعض ومن نفس الاصل. طبعا. فكنا يعني كنت انا فخور جدا ان في من اقول بلاد الشام يعني ناس غيري انا في السينما. لا انت كمان بقيت عالمي، واحنا كل العرب وكل الناس فخورين حقيقي يعني انه عندنا شاب زيك وصل العالميه. وطبعا ثقافتك وده كمان عامل مهم جدا. حظي كويس. عارفه ان انا اللي خلاني ابقى عالمي ايه؟ يعني بشوفي من صدف الحياه ايه؟ ان انا لما كنت صغير كنت تخين، وبعدين مامي والدتي كانت عايزاني ابقى حلو، فشلتني من مدرسه الفرير، كنت اروح مدرسه فرنساوي، وحطتني في مدرسه انجليزي داخليه عشان اخس، عشان ما اكلش كتير. والاكل ما عجبنيش واخس، فده خلاني اتعلمت انجليزي وخسيت، ولو ما كنتش اتعلمت انجليزي وخسيت ما كنتش بقيت ممثل على يا حياتي. عشان انت راجل طيب وعظيم وابن اصل، وبعدين يعني شوف سنك دلوقتي زي القمر، يعني ما كبرتش. لا حقيقي يعني حلم كل اي بنت واي يعني حقيقي. لا بس انا يعني عارفه اللي بيحصل ايه، الواحد لما انا بحس دلوقتي ايه السن ايه بيأثر عليا فيه، في اني كل يوم اصحى الاقي حاجه صغيره بتوجعني. يعني مش حاجه، الحمد لله ما عنديش مرض او حاجه كلنا كبيره، كلنا عندنا حاجات، بس كل يوم في وجع دماغ، حاجه بطني بتوجعني حياتي. الاول لما كنت شباب ما كانش في حاجه بتوجعني ابدا. كلنا. بعدين انت ما تجوزتش تاني؟ ها لا، انا حبيت مره واحده. وبعدين لما طلقت فاتن خدت الولد طارق حبيبي، سافر معايا انجلترا وامريكا وكده، فما حبيتش ان يبقى في بيني وبين ابني ست تانية تبقى في وسطينا، فحبيت ان انا اعيش لوحدي معاه كده وربيه. يا حياتي هو كويس معاك؟ هو حبيبي. اعز صديق ليا. والفرق ايه بين العالميه وهنا؟ هناك الجو متعب مش كده؟ والله ما فيش فرق كبير. هي المنافسة أكبر يعني. العالمية في ناس كتير قوي، والواحد عشان يحافظ على مستوى لازم يجتهد جدا. صحيح. هنا عندنا حظنا كان كويس في إيه؟ أنا بقول على أيامي. إن ما كانتش المنافسة كبيرة قوي. كنا اللي بنمثل أدوار البطولة قليلين، خمسة ستة. وما فيش خطر على الواحد انه ايه لو ما عملش فيلم كويس مش هيشتغل. لكن بره في السينما العالميه لو الواحد فيلمين ورا بعض طلعوا وحشين ما بيشتغلش تاني. وكفايه اذا عندك اي مشكله او اي حاجه ما تقدرش تشكي لحد، كل واحد مشغول في حاجه. طبعا. ودايما عندك احساس انك لوحدك. يمكن هنا الناس طيبين لوحدي. واللهجه كمان يعني متعبه. مش ما اقدرش امثل اي دور لان عندي لهجه، عندي لكنه. وانا بتكلم انجليزي بتكلم انجليزي كويس، لكن في لهجه كده شويه غريبه، لهجه مصريه ولبنانيه عربي شويه كده ما تعرفيش ايه. حياتي ربنا يوفقك يا رب وما يحرمنيش منك ابدا. يا ترى سامع لي اغاني ولا ما كانش عندك وقت؟ ايوه بس انا عايز نعمل فيلم مع بعض اخيرا. يا ريت. انا لسوء الحظ ما عملتش فيلم معاك. انت الوحيد دلوقتي اللي يقلي، كان زمان العمر ليك. أيوة. رشدي اباص. أيوة. لكن دلوقتي انت يا رب يديك العمر. طب يلا بقى نشد حيلنا ونعمل فيلم مع بعض. الله. ان شاء الله. امبارح احمد يحيى كان بيكلمني بيقول لي عايز اعمل لك فيلم انت استاذ عمر. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله حبيبي. مش هتيجي لبنان مره في الصيف كده؟ حاجي عارفه انا ما رحتش لبنان بقالي 20 سنه من ايام الحرب. ودلوقتي عايز اروح، بس بخاف اني هروح والصحافه بقى وهضطر اقابل ناس كتير. خايف ان مش هاخد راحتي. لكن هروح ان شاء الله. ان شاء الله. انكوجنيتو. ان شاء الله نشوفك في الصيف تنورنا. ان شاء الله. نور الدنيا. وطبعا الناس من حبهم اكيد مش هيسيبوك يعني. ان شاء الله. واولهم انا. ميرسي يا حبيبي. اهلا بيك وميرسي شرفتني النهارده. عفوا يا حياتي.